يا ريت تكون جاي لنا وبتدور عليا. انا مستنيك من زمان، انا واقف لك اهو فارد لك دراعاتي. لا لا ارجوك ما تموتش. حسيت ان وقتك خلص واجلك جه، شميت ريحه الموت وهو بيخبط على بابك. وحياة حبيبك النبي يا رب، خيب ظني وسيبه يعيش. وحياة حبيبك النبي يا رب، والنبي يا رب، والنبي يا رب، والنبي يا رب. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ انت فاطر؟ اكيد لا طبعا، ده علشانك. عشان ايه؟ انا صايمة. صايمة ايه؟ انت حامل وعلى سفر، عايزة ايه رخصة اكتر من كده علشان تفطري؟ بركتك يا شيخ يحيى، احبك وانت بتفتي. طب يلا افطري عشان ننزل. مصمم برضو؟ ايوه. ماشي. يا يحيى انا مبسوطه قوي قوي بجد. قال لي هو انا لو بصك في رمضان هتفطر؟ مش عارف، بيتهيألي محتاجين مفتي. ونجيبه منين دلوقتي؟ اكيد في الغردقه مفتي. ايه مالك؟ مش عارفه، في مغص جامد. في ايه يا نسمة؟ في ايه يا نسمة؟ حكايه بتخبط في بطني يا يحيى، مش قادر. طب عامل ايه؟ انا مش فاهم. نسمة مالك؟ مالك نسمة؟ الحنة دي هديكي.
هي دي اول مره يحصل فيها اجهاض؟ لا يا دكتور مش اول مره، حصل اجهاد اكتر من مره قبل كده. طيب لازم تاخدي بالك من نفسك اكتر من كده شويه، لان كتر الاجهاض بيقلل فرص الحمل وبكده هيبقى في خطوره على حياتك. طيب خد بالك منها شويه، هسيبك عشان ترتاحي. حاضر، متشكرين يا دكتور. اتفضل حضرتك، اتفضل. أنا مش هتكلم كتير عشان ما تحبكيش. أنا عارف إن أنتي هتموتي من زمان على بيبي، بس فكري تاني في كلام الدكتور. لسه أنا عندي استعداد إن أعيش عمري كله من غير مخلف، بس ما عنديش استعداد إن أعيش لحظة واحدة من غيرك، ما عنديش استعداد إن أخسرك. عشان خاطر يا يحيى أنا مش قادرة أتكلم خالص، أنا تعبانة قوي. طيب اهدي اهدي يا حبيبتي عشان خاطري، اهدي. أنا هسيبك عشان ترتاحي.